قتل 15 مسلحا من الميليشيات الحوثية وجرح 22 آخرون في قصف لقوات التحالف العربي على صرواح شرقي محافظة مأرب اليمنية. وذكر مصدر عسكري أن المقاتلات استهدفت كذلك بغارات عدة عددا من تجمعات ومواقع مسلحي الحوثي، منها مخازن أسلحة وغرفة عمليات. من جهة أخرى، رصدت قوات الدفاع الجوي السعودية انطلاق صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية باتجاه مدينة نجران وسقط داخل الأراضي اليمنية.